مشاهدينا اهلا بكم مجددا، دعونا نلقي نظره سريعه على اسعار العملات المشفره خلال الفتره الماضيه وخلال اسبوعين. نرى بان بيتكوين على ارتفاع خلال اسبوعين باكثر او بنحو 2%، وسعر البيتكوين يستقر عند 69509 دولارات. ماذا عن الإثيريوم؟ نرى بأنه خلال أسبوعين تراجع بأكثر من 4%، لكن الإثيريوم مرتفع، وحاليا سعر الإثيريوم عند 3368 نقطة أو عفوا دولارا. بالنسبة للريبل أيضا نرى بأنه على ارتفاع خلال أسبوعين، وسعر الريبل عند أكثر من 60 سنتا